هنطلع ونطير على المغرب، نروح بقى ل بعثة مصر هناك، منتخب الناشئين في المغرب. معايا طبعا زميلنا العزيز والناقد الرياضي محمد عراقي من المغرب، ومعاه طبعا يعني المسؤولين بقى في بعثة منتخب مصر هناك، اعتقد مع الاستاذ ايهاب الكومي زميلنا طبعا العزيز الاعلامي وايضا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. خلينا نروح نحتفل بمنتخب الناشئين النهارده، مباراه مهمه جدا جدا جدا، الفوز على تونس، ومباراه كانت صعبه وقدر المنتخب المصري الحمد لله يكسبها في نهايه المباراه في الوقت القاتل. يا عراقي ازيك والف مبروك. يا كابتن كريم اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك، منور الدنيا وحشني كتير. الله يخليك، والله اسعدتونا النهارده. قعدت اتفرج بقى على المباراه النهارده من بدايتها لنهايتها، رغم ان كان عندي شويه احباط في بعض فترات المباراه لما كان المنتخب التونسي بيتقدم علينا، ولكن اداء مميز جدا النهارده وروح عاليه جدا من اللعيبه ومن الجهاز الفني، وانتصار مهم. اعتقد الانتصار ده هيحافظ على الجيل ده اللي هو يكمل ان شاء الله ويوصل امم افريقيا ويوصل كاس عالم ان شاء الله. يمكن كلامك مظبوط يا كابتن، يمكن هو السيناريو فعلا كان سيناريو محبط بشكل كبير، يمكن يعني دخل فيه الجون وقدرت تتعادل بعد كده، وللاسف دخل فيه الجون يعني من خطا يعني سهل الجون جدا التاني فممكن تتفاداه. الجون الثاني، فطبعا المباراه صعبه جدا يعني، ده كان في اول المباراه. فضل بقى المباراه المنتخب يمكن اهدر العديد والعديد من الفرص السهله جدا اللي كانت كفيله تخلي منتخبنا يتعادل ويفوز من بدري جدا، ولكن للاسف طبعا يعني ضاع العديد من الفرص، ولكن ربنا بقى كان شايل حاجه كويسه جدا في النهايه، وقدر الزغبي بعد نزوله ان هو يحرز هدف التعادل ومن بعديه هدف الفوز. يمكن اللي هقول لك حاجه غريبه جدا، يمكن كنت انا قاعد جنب دكه منتخب مصر، يمكن كان في قناعه كبيره وزي ما بيقولوا كده يقين داخل الجهاز الفني منتخبنا الوطني ان احنا ان شاء الله هنقدر نكسب رغم الصعوبه، ورغم ان تقريبا المباراه راحت للدقيقه 80 وكان منتخبنا خسران، وقبل حتى ما المنتخب يتعادل منتخبنا يتعادل منتخب يعني تونس اهدر فرصه كانت سهله جدا جدا وكانت ممكن بقى كفيله ان هي تقتل المباراه، ولكن رغم كده كان الجهاز الفني للمنتخب زي ما بيقولوا كده حاسين هم عاملين ايه وحاسين بالشغل اللي هم عاملينه، فكان عندهم يقين كبير ان منتخبنا ان شاء الله يقدر يتعادل، ولو تعادل كان دايما يقول لك ايه لو تعادلنا هنجيب جون بعدها على طول ان شاء الله وهنفوز، وده الحمد لله اللي حصل. ولكن برضو اللي عاجبني برضو يا كابتن كريم، يمكن رغم الفوز ورغم الافراح ورغم الاداء الهايل اللي احنا كلنا شفناه، يمكن كابتن كاس يمكن حتى كان بيتكلم معاك قبل الهوا كان المفروض يبقى معانا النهارده، ولكن هو يمكن واخد قرار ان هو مش هيتكلم على بعد البطوله، هو على فكره وكل الجهاز الفني والجهاز الاداري واللعيبه كمان، عشان هم كلهم عارفين ان لسه طبعا عدت مرحله مهمه جدا وعدت المباراه الاصعب هي مباراه تونس، ولكن لازال المنتخب لسه قدامه ماتش مباراه ليبيا ليبيا الحاسمه. ماتش ليبيا طبعا حاسمه، هي مباراه طبعا حاسمه بشكل كبير، لازم منتخبنا يفوز باذن الله بيها عشان يضمن التاهل باذن الله بغض النظر بقى عن اي نتائج ثانيه، واعتقد ان ده هو هدف الجهاز الفني وهدف الجيل ده، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن كريم يمكن الجيل ده حافظ على اماله ان هو يعني زي ما بيقولوا كده ما ينتهيش، هو جيل مميز جدا وجيل جاي جدا وفي لعيبه مميزه مميزه مميزه، يمكن ده برضو اللي كنت بتكلم معاك فيه ان فعلا الجيل ده يملك كوادر ويملك لعيبه تقدر ان شاء الله ان هي تمثل كل المنتخبات الوطنيه بعد كده، وبعد كده ان شاء الله باذن الله المنتخب الاول كمان، ولكن عاجبني الروح اللي موجوده، عاجبني الطريقه اللي بيدار بيها المنتخب، مجهود كبير من كابتن احمد كاس، مجهود كبير من كابتن وليد مهدي طبعا وعلى راسهم طبعا دكتور ايهاب الكومي طبعا رئيس البعثه وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، النهارده كمان استاذ جلال علام رئيس اتحاد الكوره كان موجود ووصل النهارده مخصوص للمغرب عشان يحضر المباراه وكان وشه حلو، الحمد لله فوزنا النهارده وباذن الله كمان تكمل بمباراه ليبيا. انا يمكن مش عايز استرسل معاك كتير عشان معايا دكتور ايهاب الكومي عنده بقى تفاصيل كتير وعنده كواليس كتير، وهو الراجل كمان من اول يوم مع البعثه فيقدر بقى، وهو خلي بالك يمكن دكتور ايهاب كمان كنت بتفرج كده على الفيديوهات، كان ليه فيديو شهير كده بعد بطوله شمال افريقيا اللي فاز بيها المنتخب ده، واكد ان الجيل ده جيل واعد جدا وجيل يملك لعيبه كويسه جدا، وان كابتن كاس بيقدم مستويات كويسه رغم طبعا الصعوبات اللي حصل بعد كده، ولكن يمكن دكتور ايهاب كان دايما مؤمن جدا جدا بالفريق ده وبيقول ان هو عنده القدره ان هو يروح لبعيد، ان شاء الله باذن الله تكمل كمان بعد الفوز على مباراه ليبيا.